دلوقتي انا صددت البطاريه والبطاريه صددت البطاريه وصندوق البطاريه. طبعا صندوق البطاريه ده بيتغير لما وفجأة بانه هو ما بيطلع عليش الثلاثة فولت، يعني انا بحط اثنين هنا واحد ونص فولت واحد ونص فولت حجرين طرش في حاجة زي كده، انا بفتح اوبن بروح انا فاتحها كده بحط الحجر هنا وحجر هنا يطلع لي مفروض يطلع لي على الاثنين دول الثلاثة فولت. انا بفرق كده انه ما تروحوش لصدق او لغيره او كده، بضطر ان انا اغير الصندوق ده كله على بعضه. طبعا هم حاطين عليه العزل الالمونيا ده، عزل الالمونيا ده علشان يمنع لي اللهب عليها، لان البطاريه زي ما انت عارف كل ما بتسخن كل ما بيقل الفولت بتاعها. برضو كذلك هنا اهو بالنسبه للصداره دي، الصداره دي منع لي ان يجي لهب هنا عليها زي بالظبط هنا. برضو الصداره اللي هي الالمونيا اللي هنا دي علشان برضو تمنع لي ان البويه اللي هنا دي تتاثر من اللهب، لان ده قصاد ضيف النار على طول. برضو كذلك الشبكه دي علشان العميل نفسه يبقى قصاد عينه ان هو يشوف اللهب موجود ولا لا، تمام؟ بالنسبه لما يبقى السخان قايد او كده يشوف من النضاره دي ان في لهب موجود ولا لا، تمام. هنيجي دلوقتي نفك البطاريه، ادي المسمار ده والمسمار ده ونفك منه البطاريه. تمام دلوقتي كده شيل البطاريه من الايه من الجزء. طبعا موجوده هنا ده عشان الجزء السالب وده الجزء الموجب. طبعا وبحط كده ده اون وبعمل اوف، معناته ان هي مسكوكه هنا. طبعا دي بتيجي ازاي؟ ان هو لما بيجي اون هنا اهو وفجاه بان موجود هنا العلامه زي حرف تي، طبعا لما بتيجي اوف فتعمل الوضع ده فبتمنع ما تخرج لي الغطاء، عشان كده ما بيركبش الا اذا كان في وضع ايه اون نفس مكان وتش. ده كده البطاريه وده حظه البطاريه تشال بالمسمارين وده صدادة البطاريه تتشال بالمسمارين.